ليه زيدنا نكتة أخرى. عايش خوي مبروك. اي اسمع العيد. اسمع معاه. قال لك فما واحد تونسي لابس مريول فيه خريطة تونس مشال الطبيب. قال له اسمعني معلم راني نحس في روحي عندي وجيعة. تلفت له الطبيب قال له تراه تكا تكا اجا منا اعمل هكا وين تحس في الوجيعة؟ قال له في المرصة. اش قاولك خوي؟ يا ليه وليه ريحة المعسل قوية برشا. اش حط فيه يا اخي؟ تعرفوا معسل شيخ البلد؟ هذا شيخك اهو من غير بلد. شد شد سوق انت شد. عايز دي شنية نتاعك دي السوق معناها اجبد اجبد اجبد. شد عاقم ساعة صحيح تعاقم. اي هكاك ملي برا السوق ثبت انت فهم اش حاك ثبت. شقاولك مازال الضرب عقم العيد عقم. ايش ها مبروك منظم هاي قاعتي للعيد. انا عندي ذق نفس ما ميسيش طول نعمل نفس. هاي يعمل اي عقم 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 صحيت مازال الضرب جديد خاطرك في الدماء. وي يا اسرة امان برس امك شوف لي حجمت شنو نورة نورة معناتها تحب تسبق مسك جملة باهي باهي اخت باهي اوكي اوكي طن شوف كيفاش هاي عايش عايش الخير يا اللي ما فرفوشة تعمل قيوة صح الحوايج يا قامورة يعيشك ان شاء الله مبروك خويا يبارك فيك عايشك منين شريتهم لا لا مش شريتهمش لقيتهم في القلص تعينا يظل ايه يظل بداك تمن بالله اللي انا لليوم ما لبستهمش اسمع هو ما تلبسهمش خير تحس روحك ماكش الاز في وسطهم ماكش الاز اوكي نعم نصب القهوه نمشي نروح بعينيش بعينيش يا قاموره بربي وقعت ان شاء الله خير ترى طلعاتك ديما كيوذني اش فما انا طلعاتي كيوذني اوكي سيبي اوكي ايش بك التمتم تشم قول لي ايه لا لا ما ثم حتى شيء ما ثم حتى شيء اسمعني سيبي انا راني فديت انا مقبل فادد وزاد عليا الحجر الصحي اختك باش تهبلني خويا والله كان فم واحد باش يهبلها اختي هو انت شبه ايش عملت لك اختي ما عملت لك حتى شيء خويا طلع لها شي شيب اختك عادي الوراثه لك وراثي طلع لها شيب قلت لك طب وتخلق لي حجامه منين انا باش نجيب لها حجامه في الحجر الصحي عندها الحق اختي عندها الحق قوتها في شعرها مش على خاطرك انت اصلا معناها تقول لها ما تجيبش حجامه تسمع فيه بالكلام عرفت انت لا لا ما نسمع فيك في الكلام اخي مش اسمع شو شو انا ننصحك ما تضلكش معايا رسول الله يا ربي